دكتور تامر، ممكن تكلمنا عن التهابات الجيوب الانفيه الفطريه؟ الحقيقه التهابات الجيوب الانفيه بالفطريات هو نوع من التهابات الجيوب الانفيه. الحقيقه هو منتشر للاسف دلوقتي، ويختلف كثيرا عن التهابات الجيوب الانفيه نتيجه العدوى البكتيريه. الحقيقه كلنا عارفين ان الانسان لما يكون عنده التهاب في الجيوب الانفيه بياخد انتي بايوتيك. الحقيقه انه الالتهابات الفطريه علاجها مش انتي بايوتيك، وللاسف في معظم الاحوال بتحتاج تدخل جراحي وتدخل جراحي سريع. احنا عندنا كذا نوع من التهابات الجيوب الانفيه بالفطريات، منها نوع سيء جدا جدا، العيان يعني في خلال يوم او يومين بالكثير بتظهر عليه اعراض لا يمكن علاجها. فده محتاج الحقيقه انه وعي كامل من الاطباء ومن المرضى. الحقيقه النوع الثاني اللي نقدر نتكلم فيه لانه مش محتاج تفاصيل كتير، وهو نوع من التهابات الجيوب الانفيه بيصاحب المريض لمده طويله، يعني ممكن يكون مع المريض لمده 20 سنه. فطبعا مش محتاجين ان احنا ننتظر 20 سنه عشان نبتدي نعالج، والا العلاج مش هيبقى فعال. فالتهابات الجيوب الانفيه بالفطريات دي اللي ممكن توصل بسهوله لمحجر العين، ممكن تاثر على النظر، وحقيقه ممكن الانسان يفقد نظره في عين او في العينين الاثنين، ممكن توصل للمخ، وهي ليها مسمى باللغه الانجليزيه ان هو فعلا التهاب في محجر العين وتجويف الدماغ. الحقيقه احنا الغرض من مؤتمرات زي كده وتجمعات زي كده ان كل واحد فينا بيعرض خبرته وبيعرض قد ايه هو بيشوف مرضى وقد ايه الموضوع يستاهل ويستحق ان احنا نهتم كتير بالنوع ده من الالتهابات. العلاج لازم يكون فيه شق جراحي، لازم نشيل الفطر ده من داخل الجيوب الانفيه، لان طول ما هو موجود هيفضل الجسم يكون اجسام مضاده وهيفضل يكون لحميات في الانف. بالنسبه للمريض هو بيشتكي من انسداد في الانف، وساعات بيبقى فيه افرازات لكنها افرازات غريبه شويه، قد يكون ليها لون معين، لون اخضر لون اصفر، لكن بتكون كمان مستمره وما بتروحش بالانتي بايوتكس العاديه. يعني مهما خدنا مضادات حيويه او بخاخات للانف او علاج زي علاجات البرد، يفضل المريض دايما يشتكي ان عنده انسداد وعنده اعراض مختلفه، ضغط على العين، تنميل في وجهه، ممكن يلاحظ تغيير في شكل واحده من العينين، يعني عين برزت عن العين الثانيه. لازم المريض في اسرع وقت يروح للدكتور، الدكتور دلوقتي يقدر يفحصه بالمنظار ويتاكد اذا كان عنده فعلا حاجه زي كده بعمل اشعه، قد تكون اشعه مقطعيه او اشعه بالرنين المغناطيسي. لكن مجرد ما يتشخص المريض مفيش تردد، لازم نتدخل جراحيا، نخلص الانسان من الفطر اللي موجود بقدر الامكان، ونتابع لاطول فتره ممكنه. كمان النوع ده من الالتهابات بيستدعي ان المريض يعيش طول عمره بعد كده على نوع معين من العلاج، وهو بخاخات الانف. ما ينفعش نبطله، ما ينفعش نخاف من الصيدلي اللي بيخوفنا يقول ده ممكن يكون فيه كورتيزون او يضرنا. الضرر انه الفطر يرجع اكبر بكتير من ضرر ان انا اخد بخاخه الكورتيزون. فدي رساله عايز اوجهها لاهلنا، انه الحقيقه الالتهابات الفطريه موجوده، وهي مرتبطه بشكل ما في يعني في اخر فتره من حياتنا بانتشار اجهزه التكييف وبتغيير الجو اللي موجود. فلازم المريض يكون عنده وعي، ولازم الطبيب الحقيقه يحط في لائحه اختياراته لما يبتدي يشك في حاله التهابات الجيوب الانفيه الفطريه. شكرا جدا لحضرتك.